قانون يا جماعة بيقول إن السي، وهندي مثال طبعا علشان يبقى الموضوع واضح للناس كلها، يساوي الاي في 10 أس 6 على 2 باي اف في، والنتيجة بتاعتنا هتطلع بالمايكرو فراد. طيب الاي ديت اللي هي ايه؟ الاي اللي هو اللود كارنت، او تيار الحمل الكامل للموتور، وده تقدر تجيبه من على لوحه البيانات. طيب الفي ده اللي هو جهد التشغيل او الابلايد فولتج، الجهد اللي متطبق على الموتور. طبعا التيار ده بالامبير يا جماعه، والابلايد فولتج ده بالفولت. وهندي مثال دلوقتي، الفريكوانسي اللي هو الهرتز، الاف ده اللي هو الهرتز، عندنا هنا في مصر 50 هرتز. الدول الثانيه طبعا الجهد هيبقى بدل 220 هيبقى 110 و60 هرتز. طيب مثال، لو انا عندي موتور الباور بتاعه 1 هورس باور، اللي هو بيكون قوسين كده يا جماعه 746 واط، الواحد بحصان بيساوي 746 واط. طيب التيار بتاعه بقى اللي انا عايزه في المعادله لقيته 5.8 امبير، والفولت اللي متطبق على الموتور 220 فولت اللي هي الفي، والفريكوانسي بيساوي 50 هرتز. تعالى اما نعوض كده، السي بيساوي الاي بكام؟ ب 5.8 في 10 اس 6 على 2 الباي ديت اللي هي 3.14 في التردد 50 هرتز في الجهد 220 ايه؟ 220 فولت. هنلاقي الناتج يا جماعه تقريبا هيطلع 83.5 تقريبا مايكرو فراد، يعني هنقربه ل 85 مايكرو فراد. ممكن تجيب مكثف 85 مايكرو فراد للمحرك اللي هو الواحد حصان، واللي البيانات بتاعته بالشكل اللي قدامنا ده كده.